عسلامة. عسلامة مدام. مرحبا بيك. بيك انت اكثر. مسيو، حبيت تحكي معنا اليوم بخصوص الهجرة الغير شرعية. نعم. علاش الشباب اليوم ولا يلتجأ للهجرة الغير شرعية؟ أول حاجة البطالة. فما ناس ديميتريزا تلقاه مكبش في شقف كما يقولوا باللغة نتاعهم. لوحة عبارة، وفما برشا اللي هما حارقين صانعين هاك الفلوكة هذيك شقف. يقمر بحياته. يتشاركوا باش يشريوها؟ يشريوها ويصنعوها. هو مش يقمر بحياته مسيو، هو استغنى عن حياته. يخلي عائلته ويقمر بالموت نظرا للالتجاء للبلاد اللي ماشي لها. البطالة دونك هي السبب الرئيسي؟ نعم البطالة. لكن اليوم نلقاو عباد عازفين عن الدراسة وما عندهمش يعني مستوى علمي محترم وتساهم في الهجرة الغير شرعية. باش معناها انت كي تقول لي ما عندوش مستوى، حتى واحد ما غير مستوى يخول له باش يخدم في البلاد هذه. يخدم هوني. اي احنا. اي بلاد الناس تحب على الكفاءات راه. ما يخلطش. ما يخلطش غادي يخدم المرمى غادي. ولا في الطليان يجمع الطماطم والوح كاتر فوا بلوس هنا. مش يمشي من غير لغه ايطاليه مثلا. مادام شنو تقول ما غير لغه؟ فما اللي ما قراش الجمله. نحكيو على الوضع هذا ونحكيو على الوقت هذا مسيو. ما قراش الجمله في ستة شهور يتعقلم غادي يولي يتكلم الطليان خير من الناس قاريت. يلتجي الغادي ويخدم كاتر فوا. يكون روحه ويكون دارهم ويبعث لدارهم وتترفع حياته. لكن اليوم مسيو المهاجر الغير شرعي يعني مش مرغوب فيه في اوروبا. في العالم كامل غير مرغوب فيه. فمن كل واحد ما عندوش اوراق. شكون باش لكن قلت لك يقمر ويمشي ويتخبى لين هو في مخه يعمل الاوراق. ونحطه يعيش في الخفية 3-4 سنين يكون فيهم. أما لازم شكون يعاونه، لازم شكون يقف معاه ويمد له يد المساعدة. كله تونسي لتونسي رحمة، يهزوا بعضهم البر، يهزوا بعضهم. حتى تونسي لتونسي، العرب معناها بصفة عامة تقف مع بعضها في الغربة. لا هو مش المغربي يوقف مع المغربي، الجزيري مع الجزيري، هذيك الألوان تاعهم اللي يعيشوا البر. فهمتني؟ كما في باريس تلقى حومة نتاع مغاربة وحومة نتاع الجزيرية وحومة نتاع تونس. يوقفوا لبعضهم يوقف. باش تنصح مسيو الشباب اللي يخمم في الهجرة؟ والله شوية صبر. أنا الراب في البلاد. اليوم الراب في البلاد قاعدة تتحسن. ظروف بعد الثورة سا كومونس كوم سا سي الديبو. أبري أون ريفوليسيون يا بوكو دو ديفيكولتي. مي سافا باش تتصلح. لكن ساعات نشوفوا شباب يخدموا اللي يجي في تونس. اش تقصد؟ يعني اللي يحب يخدم يخدم. شنو ما يخلطش مدام الخدمه نقول لك موجود ما يخلطش. موجوده. ما يخلطش توا يجي باش نقول لك حاجه. الدوله اللي تعاون في الناس تعطي في 200,000، سي كوا 200,000؟ تحكي على المنحه نتاع. هي المنحه. فهمتني؟ منحه 200,000. والبطل ما ياخذ في حتى فرنك. وشنو اللي باش يخدم مثلا؟ المرمى بالاكتاف. خاطر المرمى بالأكتيف. وصلت 40,000 في النهار سي نورمال. خدم ولاد عمه ويخدم ما يخدموش مرمى. ديما المربوح اللي باش يخدموا هنا ضئيل جدا. حسيتك معاه مسيو الهجره الغير شرعيه هكا. معاه من جو فوا لي جون سوفرير سي نورمال. والفكره ما عادش نجم تنحيها له راه ما عادش نجم تنحيها راسخه في العقل الباطني. بيان سور فما اللي يمنع اللي يوصل غادي يبدا باتصال معاه اش يقول له؟ هاك سي نقزت ما عادش يهمه في الموت ما يراهمش اللي ماتوا في البحر يراك اللي نجح اللي وصل هذيك اللي في مخه راسخه هو زي في الوقت ما عنده ما يعمل حتى شيء. لكن الروح عزيزه مسيو معناها تشق البحر و50% نوصل 50% ليه يعني مش اي شخص ينجم يساهم في هالحاجه هي. قمر حياته سي كوا القمار حياته يعني اخسر واحد كيلعب القمار حط 100% باش يربح اما يحط في مخه باش يربح
باش فما الخساره وفما الربح. البحر هذا في الهجر هذا فيه الحياه وفيه الموت. والا ما يوصلش يرجع. عاد كي تشد غادي. هذيك المقطع بالنسبه اللي هو يتمقط يراها خلط كل واحد خلط للبير وما شربش. طيب انا علاش نحكي لك على اون كونيسونس دو كوز نعرف. انا امني كنت نعرف ونعرفهم ويجيب وكان كيجي يبحث يقول لك علاش وعلاش هاجر وعلاش وعلاش وعلاش. لكن تفاقمت في العشر سنوات الاخيره. نعم. هجره يعني تفاقمت كثرت في العشر سنوات الاخيره. قبل مره في الفيل تسمع فلان حرق ولا؟ كانت كابسه قبل. امنيا نقول لك كابسه. علاش توا لا مسيو؟ ما مش توا برشا حاجات ايليغال كثرت. الامن ماهوش شمس. هذا يحب له فيلق كامل. فيلق امني باش يخدم. فهمتني؟ وكارهم انا راه عائلاتهم. كار تمشي للامني تقول له راه ولدي باش يحرق. تفادي تخبي عليه. ترضى له جي با كومبري. ترضى له الموت. ومش ماهوش باش يحطوه في الحبس. هما حاستهم بالحراق. بالحراق سي نورمال. يرتزق ما يهموش يبعثهم موتوا يقبض الفلوس. هو بابور بلاف المليارات وتسمع به يغرق. عندك فكره مسيو بما انك انت امني عندك فكره كيفاش تتنظم يعني الحرقه؟ فما ناس تلوج يقول لك باللغه نتاعهم. يجي صاحبه يقول له فما خيط. يقول له كيفاش؟ اوقف في البلاصه الفلانيه فما فلان. يهزوا له ما ينجمش يمشي وحده خاطر يخاف الحراق. يكوني با لا بيرسون. يقول لك غدوه باش يعاودوا عليا. فهمتني؟ شو يعمل؟ يمشي صاحبه الانترميدير يتصل ويسيق في صاحبه خاطر باش يعطي الفلوس لصاحبه باش يعطيهم الحراق. خاطر عنده ثقه في صاحبه ويبداو يلموا. كي تخلط المجموعه يقول له واي. يعطيك الصحة يا مسيو. ربي يقول لا هاني باش نقول لك دقيقة باش نقول شو باش يوريك الناس لاهفة على الحرقة ما يهمون. يا بنتي أربعة لوحات يدقوه ولا يصنعوا فيه في الدار. بخلاف هذا مسيو احنا كنا نشوفوا قبل كان الشباب يهاجر يعني ولينا نشوفوا في عائلات وعائلة يعني. سي تري غراف سي تري غراف لو بيبي لو بيبي عليه نستع على صغارها. علاش انت تحب تموت برا موت؟ اما ذاك عليه خليه عند اختك عند عمتك وجو سي با ترضاه يبدا يبقبق غارق قدامك. وذاك اللي صار مسيو. مش صار ديما يصير. مرحبا بكم وربي يبارك. ميرسي.